السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي وأصدقائي ومتابعي قناة شهاب الفضائية، حلقة جديدة من برنامج سندباد ومدينة الأحلام. دائماً راح أكون وياكم أني وشهاب. وين؟ في مدينة حلم الأطفال، ملتقى العائلة العراقية، وراح نتعرف على أصدقاء ونسولف وياهم وندردش ونحقق كل أحلامهم. عند البداية دائماً لازم نقول بسم الله. يا الله تعالوا وياي. أنا سندباد المغترب، أقعد أبحر أقترب، لا أهاب الموج أبدا. ما زلنا مستمرين أصدقائي. أنا وشهاب كنا نتمشى ولقينا أحد الأصدقاء منا يتمشى، فخلنا شنو نتعرف عليه ونشوف شنو موضوعه. يا هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ زين. شنو اسمك؟ علي. علي؟ علي التياصف؟ سادس. صف سادس؟ ايه. علاوة تزين بالمدرسة؟ ايه. أكيد؟ ايه. علاوة إذا تطلع ناجح هالمرة. ايه. ناجح وتفوق إن شاء الله. زين علاوي، اليوم أنت من إجيت لهاي المدينة. ايه. يعني حبيتها؟ ايه. يعني أنت أول مرة تجي؟ لا لا. إيش كم مرة إجيت هنا؟ أربع مرات تقريبا. ما شاء الله. يعني تعرفها كلها. ايه. زين. هاي المدينة اسمها مدينة حلم الأطفال، تمام؟ هاي المدينة تحقق لك كل الأشياء اللي أنت حابها، تمام؟ أنا برنامجي اسمه سندباد ومدينة الأحلام. سهل. أوكي؟ حبيبي الله يسلمك. فعلاوة أنت شنو أمنيتك؟ أصير مدير بنك. مدير؟ بنك. مدير بنك؟ إيه. لا لحظة، هنا طموح جداً، جداً طموح، يعني عابر مرحلة إنه يريد مصير مدير بنك. زين علاوي، تعرف انت واحد اذا يريد يصير مدير بنك لازم يعني شنو؟ لازم يكون هو مثل هو صغير، لازم يفكر وينفذ حتى يكون مدير بنك. يعني انت بهاي الشغلات يعني انت شاطر بالحساب، يعني تحب شغلات المصرفيه وهيك سوالف. زين، لازم انت تكون بالبيت يعني اقتصادي، تجمع فلوس، تصرف اشياء يعني فلوسك على الاشياء المهمه فقط، حتى شنو يصير عندك خزين، وبعدها حتى تقدر يعني فتره معينه يعني تطلع من عندها مثلا فلوس حتى شنو تشتري الشغلات اللي تحبها. زين، واذا رحنا انا وياك هسه حققنا حلمك انا وشهاب حتى تصير مدير بنك، شو تقول؟ يلا جاهز؟ خليكم ويانا اصدقائي ويا علاوي، اتمنى ان يكون مدير بنك. وصراحه هذا الحلم حلم كل الكبار مو بس فقط الصغار، فخليكم ويا علاوي ومدير بنك وتعلموا شلون راح يكون هو مدير بنك ويعرف بالاشياء الماليه والمصرفيه. خليكم ويانا اصدقائي، يلا يلا علاوي. احبتي احنا هسه وين؟ احنا بالبنك، بالمكان اللي يحلم بيه علاوي. راح نسولف ويا الاستاذ حتى يعطي بعض النصائح، وان شاء الله راح يكون مدير للبنك. علاوي احنا هسه بالبنك والاستاذ موجود، راح تسمع زين حتى شنو تتعلم وشلون تكون انت مدير بنك ان شاء الله في المستقبل، تمام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ، يا اهلا ومرحبا بك. علاوي صديقي يحلم انه يكون مدير بنك، وصراحه هذا الموضوع يعني مو سهل. اكيد مو سهل، بيه هواي امور، بيه هواي مجالات. ممكن شنو نعرفه حتى علاوي يقدر يحقق بيها حلمه؟ اولا هذا المصرف، مصرف كمدينه حلم الاطفال اللي يعني سيستم مالته انه هو اخر محطه قبل المغادره، تمام؟ الفكره منه انه الطفل يجي هنا يشتغل ويمارس المجالات اللي مارسها الكبار، تمام؟ راح يحصل على هاي العمله، هي عمله الميزو، تمام؟ بعدين يتوجه الى الفعاليات الترفيهيه لصرف هذه العمله، بعدين شو يسوي اذا عنده فائض او زياده؟ يتوجه للمصرف، يفتح بين حساب ايداع. حساب الايداع شنو هو؟ حساب الايداع انه هو يدخر هنا ويحصل فوقه فوائد. وصلت الفكره؟ يعني هاي بالمستقبل شنو راح تفيده؟ راح اضيف له اذا هو مثلا يعني كمل دراسته ان شاء الله بالمستقبل ووصل جامعه ويريد يدخل مثلا مجالات تخص البنك او المصرف، تمام؟ راح اضيف له هالشغلات كنبذه او مختص يعني كنبذه او شرح مختصر، تمام؟
راح اضيف له بالمحاسبه، راح اضيف له بمجال المصرفيات يعني المصرفيه، راح اضيف له بهواي مجالات اداره واقتصاد. علاوة حبيبي الاستاذ قصده انه شنو؟ انه انت لازم تفكر زين، يعني مثلا اذا كان عندك 25000 تمام، بهاي ال 25000 انت تفكر وتخطط انه انت شلون تمشي امورك بهاي ال 25 مثلا. اوكي من بعد شو يصير الموضوع هذا يسمونه يعني الادخار، اي الادخار او مثلا تقسم مالتك الصرف خلال شهر او خلال سنه يسمونه ادخار تمام او توفير. اوكي حتى يعرف يتصرف انه هو ايش قد يصرف بالشهر على ضوها حتى يشلو يقدر يمشي حياته ويعتمد على نفسه. صحيح فعلاوه حبيبي. طبعا صراحه انا فرحان بك لانه انت تحلم بهيك حلم، ومو اي طفل يحلم انه يكون بهيك مجال. فان شاء الله يعني ان شاء الله اشوفك في المستقبل انه انت واصل لمرحله معينه الحلم اللي ببالك تسويه وتحققه من خلال تفكيرك وعقلك. هسه شنو لازم تبقى لنا بدال الاستاذ حتى تمارس حلمك اللي تريده. جاهز؟ خليكم ويانا اصدقائي حتى شنو تشوفون علاوي في مدير للبنك، وانا وشهاب ايش راح نسوي؟ راح نروح على صديق جديد وحلم جديد حتى نحققه. علاوي اني سعيد جدا بك. سوي الكاميرا باي باي. كلهم شوفوني على قناة شهاب. على قناة شهاب. أنا علاوي مدير البنك. أنا علاوي مدير البنك. إن شاء الله. يلا علاوي بالتوفيق. يلا أقعد هنا حتى أشوفك. يلا. شهاب اليوم المدينة ما شاء الله فيها هواي أصدقاء، فإحنا اليوم شنو لازم نتعرف على الأصدقاء. هذا هو إجا سبحان الله. تعال 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 تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زين. شنو اسمك؟ أنا اسمي زين العابدين. زين العابدين. زين العابدين. يا هلا بزيوني حبيبي. شلونك؟ زين. زين. الحمد لله. الحمد لله. زيوني أنت يا صف؟ أنا رابع. بالرابع. زيوني أنت يعني زين بالمدرسة شاطر؟ أي. كانت بيانا كان حاجة التشاطر المدرسة؟ اي اكيد؟ اي زين كلها عشرات؟ كلها عشرات؟ كلها. تمام زيون انت اول مرة تجي هنا؟ اي اول مرة؟ اي زين شنو المكان اللي حبيته هنا؟ شنو ايش حبيت مثلا هنا انت؟ كل شيء هو حلو، يحقق حلم الاطفال. ها كل شيء حلو. لا عاد اذا هيك انت يعني وصلت. اني برنامج اسمه سندباد ومدينة الاحلام وياي شهاب نحقق احلام الاطفال. فزيون انت شنو اللي تحبه دائما؟ يعني شنو ببالك من طبيت هنا اريد احقق حلمي؟ شو تريد؟ رسم. رسم. رسم؟ اي. وبعد؟ رسم وطبيب اسنان. ها تمام زين. يعني رسم يعني مثلا منحوتات وهيك سوالف لو شنو؟ لا هيك سوالف بشر. ها اي زين. بس انا قبل شوي من طبيت ماكو وسالت البنيه قلت لها هذا الولد كلش عجبني، شفتك تشتغل ويا الشباب اللي كانوا موجودين بالآثار يمكن هي. الولد اللي وياك كانوا سألتهم قالوا زين كلش كان بالآثار. يعني شنو علاقتك بالآثار أنت؟ الآثار كلش أحبه. تحب الآثار؟ إلى أن شفتك أنا هي. شفتك يعني والله تبوا عليك شفتك إنه أنت تحب الآثار قلت هذا شنو؟ فشفتك ترسم بالرمل نفس الشيء هي. صحيح. فأنت تحب الآثار هي. تعرف إنه الآثار هي حضارة لبلد وتاريخ لبلد والحضارات وهواية أمور. أعرف. تعرفها يعني عندك شي معلومة. أي. فإحنا اليوم لازم نسويك عالم مال آثار. تمام؟ جاهز؟ جاهز. أصدقائي أحبتي خليكم ويا زيوني راح تشوفونا عالم بالآثار وراح شنو يكتشف لنا حضارات لتاريخ العراق القديم. ويا زيوني خليكم ويانا. يلا زيوني جاهز؟ يلا حبيبي يلا شهاب.
أنا سندباد المغترب أقعد أبحر أقترب لا أهاب الموج أبدا. أحبتي ما زلنا مستمرين ويا زيوني، والآن إحنا بالآثار راح نخلي زيوني يتعرف على هذا المكان ومع الست حتى تسولف وياه حتى شنو ياخذ فكره عن الاثار ويعلمنا عن تاريخ وحضاره العراق. زيونه جاهز؟ تعال هسه لازم تجي يم الست حتى شنو نتعرف عليها وتعلمك انه عن الحضارات وعن الاشياء التراثيه بالبلد، وان شاء الله هاي انت راح تتعلم من عندها وتكون عالم للاثار. جاهز؟ جاهز. ست السلام عليكم. زين تفضل هنا ست بلا زحمه. زيوني احد اصدقائي سالته قلت له شنو حلمك؟ قال اتمنى اشتغل بالاثار. صراحه انا هذا الموضوع يعني كان غريب علي انه طفل وهذا العمر يحب انه يكون عالم اثار. شنو الفكره مبسطه عن هذا الامنيه؟ أول شيء حيتعرف على حضارات بلاد الرافدين ونشأتها وسبب تسميتها بلاد ما بين الرافدين. أوكي زيوني؟ من بعدها راح تشتغل ويانا شنو منقب عن الآثار، تمام؟ تنزل بالرمون تنقب لنا عن الآثار وتكون منتشرة بكل مكان. أوكي؟ اللي هنا واضح؟ من بعدها شو تسوي؟ أي آثار تلقاها تخليها على جنب على مود نحسب لك إياها، إضافة أكو عمل ذهبية، إذا لقيتها راح تزيد المكافأة مالتك اللي تاخذها من عندنا، هنا بقسم المتحف. أوكي؟ أصدقائي راح أخليكم ويا زيوني عالم آثار في المستقبل إن شاء الله، وراح نروح أنا وشهاب حتى نحقق حلم جديد ويا صديق جديد. راح أخليكم ويا زيوني ويا الست حتى تعلمكم عن آثار وحضارة وادي الرافدين. خليكم ويانا. وبعدنا مستمرين أصدقائي في برنامج سندباد ومدينة الأحلام. أنا وشهاب نتمشى وشفنا صديقتنا، حبينا أن نتعرف عليها ونشوف وندردش وياها. خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ زينة. شون اسمك؟ رقية. رقية؟ رقية يصف ثالث. الثالث؟ رقية شاطرة المدرسة؟ ايه. أكيد؟ أكيد. رقية؟ والله أكيد شاطرة؟ ايه. تمام. رقية أنت أول مرة تجين هنا؟ أول مرة. زين. أول ما أجيتي شنو الأشياء اللي شفتيها هنا حلوة؟ هذا المرسم، يعني كل شيء حلو. المرسم؟ إيه. شفتي حلو؟ زين. شفت الأشياء هنا حلوة؟ إيه. عجبك المكان؟ إيه. زين. شنو أمنيتك تصيري؟ رسامة. رسامة؟ آه. يعني زين في البيت يعني أو بالمدرسة دائما ترسمين؟ إيه. يعني دائما. دائما. يعني هسه إذا ندخل. وحاطة حلمي ان تكونين رسامة، راح ترسميني؟ ما اعرف وايد ارسم. بس انت لا اعرف ارسم شوية بس ما اعرف ارسم يعني. لا مو هي بالبداية شوية شوية بعدين ان شاء الله تكونين رسامة. اوكي؟ اصدقائي خليكم ويا رقية، راح تكون ان شاء الله رسامة في المستقبل وراح نحقق حلمها في مدينة حلم الاطفال. انا وشهاب راح نحقق حلم رقية، خليكم ويانا ويا رقية الرسامة. يلا رقية تعال. أنا سندباد المغترب أقعد أبحر أقترب لا أهاب الموج أبدا. إحنا هسه وين؟ إحنا بالمرسم ويا صديقتكم رقية. رقية قلت لها ترسميني؟ قالت ما أعرف راح أحاول. رقية إيش راح ترسمين؟ أنا عراق. الله طبعا خجلتني. راح ترسم العلم العراقي اللي هو أهم وأعظم وأقدس شيء في هذا العالم. حقيقة عليكم يعني أن تحبون بلدكم، أن تكون عندكم هاي الروح الحلوة مثل رقية. قلت راح ترسميني؟ قالت راح أرسم العلم العراقي، وإن شاء الله يا ربي تكون مثال كبير ونشوف شيء مشرف أنه تقدم شيء للبلد. يلا رقية شوفينا رسمك بالعلم العراقي. يلا.
الله شوفوا رقية ايش رسمت، رسمة العلم العراقي. رقية انا اشكرك، ان شاء الله يا ربي اشوفك في المستقبل شيء حلو، وان شاء الله يا ربي يعني تكونين بالمستقبل رسامة. لما سألتك قلت ايش ترسميني، قلت لا حرسم العلم العراقي، فصراحة انا يعني خجلت. شكرا لك يعني، وهاي الرسمة لازم انا اخذها احتفظ بيها. تمام، خلي نشوفها لاصدقائي نقول ان شو رقية شو رسمت. شوف شوف هذا رسم رقية. شكرا رقية، عفوا. انا سعيد بيك، ان شاء الله يا ربي اشوفك دائما بخير، واريدك دائما تكونين يعني بالمدرسة شاطرة وتنجحين وتكونين رسامة، واشوفك في المستقبل شيء يعني نفخر بيك احنا. تمام احبتي واصدقائي، بعد ما شفت رقية وهي رسمت هاي الرسمة العظيمة، وانا طبعا صراحة راح اخذها لانه لازم اخذ هذه الرسمة. هسه صار شنو؟ لازم ندور على صديق او صديقة جديدة ونحقق حلمها في برنامج سندباد ومدينة الاحلام على قناة شهاب الفضائية. يلا قولوا باي باي. باي باي. انتظروني. انتظروني مقطع جديد. مو مقطع جديد، انتظروني في برنامج. في برنامج شهاب. شهاب. على قناة شهاب. على قناة شهاب. وأنا رقية الرسامة. وأنا رقية الرسامة. باي باي. باي باي. بوسة. أحبكم. أحبكم. قلب 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 قلب. يلا كمل الرسم. يلا شهاب. تعالوا يا أصدقائي. خلينا ندور على صديق جديد. يلا تعالوا وياي. شهاب خلينا نشوف اصدقائنا هذول اللي واقفين يم مركز الشرطه، خلينا نشوفهم ليش. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال حبيبي هنا، تعال منا. تعال شهاب، خلينا نتعرف على الولد. تعال منا. شلونك حبيبي؟ الحمد لله زين. شلون صحتك؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ علي كرار. علي كرار. على تصف رابع. بالرابع؟ ايه حبيبي. وانت شنو اسمك؟ علي جاسم. اثنيناتكم علي. يا صب حبيبي رابع. هم بالرابع زين. انتوا اول مره تجون هنا؟ ايه اول مره. ايه وانت علاوي؟ من اول مره. همين اول مره. حبيتوا هذا المكان؟ ايه حبيته. ايه شوف حبيبي، انا اسمي سندباد وهذا البرنامج احقق بيه امنيات كل الاصدقاء. اوكي فاحنا هسه شنو اريد اعرف عنكم اشياء. اول شيء انت شاطر بالمدرسه ولا لا؟ اي شاطر. علاوي والله شاطر. شاطر بالمدرسة؟ إيه شاطر. أكيد؟ والله. وكل عشرات؟ كل عشرات. عفية عليك، وأنت علاوي؟ عشرات. كل عشرات. عفية عليكم، أنا هذا اللي أريده. أريد تنجحون وتكونون أنتم يعني بمكان كلش يعني إن شاء الله يليق بيكم، وأنتم أسباع وأبطال. زين، هسا أقدر أعرف من عندكم. أنا شفتكم هنا واقفين مركز الشرطة. ليش واقفين هنا؟ شنو أمنيتكم أنتم؟ شو اسمه؟ ضابط. ما تريد تصير ضابط؟ ضابط الشرطة. وانت علاوي؟ هم ضابط شرطة. هم ضابط الشرطة. ايه؟ زين يعني ان شاء الله انت من تتخرج راح تكون ضابط الشرطة. ايه؟ ضابط الشرطة دائما يكون منضبط، يعرف بالقانون وما يسوي اشياء غلط، حتى شنو يطبق القانون على كل الناس المخالفين. أوكي. فان شاء الله اشوفكم انتم بالمستقبل ناس تمشون على القانون وتحبون القانون وتخدمون هذا البلد. هسه شو نسوي احنا؟ ايه؟ انا وشهاب راح نحقق لكم هاي الامنية حتى نسويكم ضباط في الشرطة تخدمون هذا البلد. أوكي. 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 جاهزين؟ جاهزين. جاهز؟ جاهز. قلنا جاهزين؟ جاهزين. خليكم ويانا أصدقائي ويا علاوي، وعلاوي أيضا حلمهم أن يكونون ضباط في الشرطة حتى يطبقون القانون. أنا وشهاب راح نحقق لهم هاي الأمنية. يلا خليكم ويانا. تعالوا أصدقائي. يلا علاوي. يلا على فوت. السندباد
أصدقائي وصلنا وين؟ إلى حلم علاو علاو في مركز الشرطة. أمنيتهم أن يكونون ضباط في الشرطة. هسه شنو؟ لازم نتعرف على الأستاذ ويعلمهم شنو الإجراءات لازم يسووها. السلام عليكم. أستاذ عندنا علاو وعلاوي أصدقائي. أمنيتهم أن يكونون ضباط في الشرطة. إن شاء الله. شنو القواعد الأولى إن شاء الله يسووها يصيرون ضباط شرطة؟ القواعد الأولى بالبداية لازم يلبسون ملابس الشرطة حتى الناس تعرفهم بأنهم هذول الشرطة. تمام. وراها مباشرة راح يتوجهون إلى الشارع حتى يدعون إذا أكو جريمة أو حادث سير أو ما شاء الله من ذلك. تمام. هذا الموضوع يعني إن شاء الله من يطبقون هذا الشيء هذا الموضوع راح يفيدهم بالبيت. أكيد راح يفيدهم بالبيت. راح يفيدهم بالمدرسة. إنه يطبقون القانون ما يسوون أشياء غلط يعني الشيء الغلط مصيره السجن. السجن مباشرة. يعني شوف علاو حبيبي الأشياء الغلط دائما الشيء الغلط يعني عاقبته تكون مو زينه فانت لازم تكون تتعلم تكون صح تعرف بالقانون ما تسوي اشياء غلط تفكر زين قبل ما تنفذ وانت هم كذلك علاوي زين حبيبي ضابط الشرطه لازم يفكر زين لازم يكون يعني عنده امانه اولا مخافه الله سبحانه وتعالى هذا اول شيء يكون عنده حب لجميع الناس ما يفرق بين شخص وشخص وان شاء الله انت راح تكون ضابط بالشرطه بالمستقبل انت وعلاوي هسه شنو استاذ المفروض اول شيء نشرح لهم عن ادوات الشرطه نعم. شرح مبسط تمام. وراها عندنا عمليه نروح ننفذها احنا والشرطه اللي تمام خليكم ويانا اصدقائي وشوفوا علاوي وعلاوي وهم ضباط في الشرطه راح يخدمون هذا البلد ان شاء الله ونشوفهم بالمستقبل ينفذون القانون بكل أمانة وصدق. إلى هنا انتهت رحلتي أنا وشهاب في برنامج سندباد ومدينة الأحلام. ألتقيكم في حلقة جديدة إن شاء الله. كان معكم سعد شعبان في التقديم. تقبلوا تحياتي وراح أخليكم ويا أصدقائي وشوفوهم ضباط في الشرطة. مع السلامة. سووا باي باي. باي باي. شوفونا على قناة شهاب. نعم قول شوفوني شوفوني على قناة شهاب انت معلاوي قول شوفونا على قناة شهاب يلا يلا اصدقائي التقيكم في حلقة اخرى باي باي يلا شهاب يلا كلنا مع السندباد